اسرع مننا بكتير. بص يا استاذ محمود، لفت انتباهي الاتهامات. الاتهامات بتقول لك ايه بقى؟ دبروا وتجمهروا، الفوا وتولوا قياده عصابه، حال كون المتهمين مش عارف ايه، اشتركوا واخرون مجنون واخرون توفوا في تجمهر من شان ان يجعل السلم العام في خطر، وان المتهمون ارتكبوا الجرائم الاتيه، استعراض مش عارف كذا، وقتلوا واخرون مجنون. بص حاطين كل الالفاظ بتاع قتلوا وتجمهروا والفوا وتولوا. ايه المعنى او ليه الصياغه كده؟ انا بستعين بالتقرير ده من مننا، من مؤسسه عداله بتاعت حضرتك. اتفضل. فطبعا لك ان تعلم ان هذه قائمه الاتهامات الثابته التي لا تتغير في اي قضيه من القضايا السياسيه من شرق مصر الى غربها ومن شمالها لجنوبها. يعني دي استامبه كده، عارف حضرتك ايه فورم؟ الفورمه ديت هي اللي موجوده في كل القضايا السياسيه. طيب. فبالتالي هو بيستخدم الفاظ المواد القانونيه على اساس ان هو يقنع القاضي بان هم الفوا وتجمهروا ودبروا وقتلوا. أيوه. وتولوا وغير كده بقى، كل ده ادى الى تكدير والسلم المجتمعي وتعطيل احكام الدستور والقانون، واخد بال حضرتك؟ لكن في النهايه ايه الدليل؟ انا احط كلام زي ما انا عايز. انت اتهامات كتير قوي، طيب ايه الدليل المادي الملموس؟ يقول لك والله انا شفت. طب تمام، شفت، تعال قول لنا شفت ايه. لما بيجوا شهود الاثبات، انت عارف حضرتك القضيه دي شهود الاثبات قعد يسمعهم في اكتر من 30 جلسه، 30 جلسه او اكتر كمان. أيوة. شهود اثبات عشان يثبت الايه، ان دول ارتكبوا الجرائم. طبعا المحامين قعدوا يتناقشوا مع شهود الاثبات دولت، وكله اجاباتهم ايه؟ راجع محضر انا بس عايز اقول لك معلومه، انا شاهد انا